طيب العقيقة، نعم لا حرج طبعا. العقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، يذبح عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاتا واحدة، هذه السنة. إذا كانت الأخت بفضل الله تبارك وتعالى قد رزقها الله عز وجل بأربعة أولاد من الذكور، تذبح عن كل ولد شاتين، تذبح شاتان عن الولد وتذبح شات عن البنت. وبعض أهل العلم قال لا حرج إن ضحى أو عق عنهم ببقرة أو ببدنة، وقاسوا ذلك على الأضحية بأن الأضحية البقرة أو البدنة، البدنة اللي هي الإبل، البدنة قالوا تجزئ عن سبعة، وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة، بل وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته بكبش، بل وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بكبش، بكبش أقرن أملح. وأهل بيته عليه الصلاة والسلام عشرة، تسع نساء وهو عليه الصلاة والسلام. فلا حرج إن شاء الله تعالى عند بعض أهل العلم، والأمر فيه سعة ولله الحمد.